أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن خبر اليوم نقدمه لكم على شوف تي في، واليوم نخصصه لذكرى المطالبة بوثيقة الاستقلال. وفي أجواء التعبئة الوطنية العامة تحت القيادة الملك محمد السادس، يخلد المغاربة اليوم الأربعاء بمظاهر الاعتزاز الذكرى 73 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تؤرخ لتقديم العريضة من قبل مجموعة من الوطنيين من صفوف الحركة الوطنية إلى جلالة المغفور له محمد الخامس، متوجة مسارا طويلا من المقاومة المسلحة والمطالب الإصلاحية للحركة الوطنية، وممهدة فيما بعد لنيل الاستقلال عن الحماية الفرنسية. ولرمزية هذه الذكرى ودلالتها استقينا آراء المغاربة وما تمثل بالنسبة لهم. تقديم وثيقة الاستقلال هي باش الحمد لله خدينا الاستقلال بداك الطلب، وهذا هو. وبالفعل جاءت الوثيقة بعد مسلسل طويل من المقاومة المسلحة التي قادها في مرحلة متقدمة محمد بن عبد الكريم الخطابي في الريف، وموحة وحمو وبسلم في الأطلس المتوسط، إلى جانب مقاومة الاستعمار في إطار كتلة العمل الوطنية التي تصدت أولا للظهير البربري يوم 16 ماي 1930، الذي سعت من خلاله سلطات الحماية لكسر وحدة الشعب، لكن المغاربة عربا وأمازيغ أفشلوها. الحسين برد أبرز مؤسسي حركة المقاومة وجيش التحرير يكشف مواقف خاصة وبطولية للملك الراحل محمد الخامس، وكيف استطاع أن يحصل على الاستقلال. ملي جاء الاستقلال قرر الحاكم محمد الخامس باش يعمل يوم لكي يغمرز بيوم الكفاح المسلح ما بين الشعب والمريك، ومواقف اللي وقفها محمد الخامس ما بينه وبين ثلاثة ديال المقيمين العامين اللي هما إريك لابون وجوان آخر سميتو اللي شاف على نقل محمد الخامس إلى المدفع اللي هو قيوم. وفي التاريخ هذا ما نساوش على أنه محمد الخامس كان عنده مواقف خاصة وجليلة وحقيقة بطولية من ناحية ديال المواقف السياسية ديالو ما بينه وبين هاد ثلاثة ديال المقيمين العامين، لأنه ما نساوش على أنه في الحرب العالمية الثانية كان المغرب واقف جانب الحلفاء، وعلى حسب المؤرخين والباحثين كعرفوا على أنه الحلفاء جاءوا عملوا هنا واحد المؤتمر في 43 في أوتيل يسمى بأوتيل أنفا، اللي بالأسف طيحوه عوض ما تكون واحد العلامة تاريخية اللي وقعت فيها ذاك الاجتماع. هنا الحلفاء وعدوا محمد الخامس على أنه بمجرد ما تنتهي الحرب غادي يطلعوا على فرنسا باش تعطي استقلال للمغرب. وفعلا في 55 انتهى الحرب، وقدو قول استدعى محمد الخامس فرنسا. محمد الخامس قال له أنا مستعد باش نجي، ولكن على أساس نتكلموا على الاستقلال أولا. قال له ما كنشوف حتى شي مانع، أجي وغادي نتاخروا وغادي ما غادي تكون غير المطالب ديالك غادي تكون منفذة إن شاء الله. فعلا محمد الخامس مشى، أول حديث غادي يكون على الاستقلال ديال المغرب. دوكول جاوبو وقال له ما يخفاش عليك على أنه حنا كنا مستعمرين من طرف النازية، وحنا ما نساوش المواقف ديالك
والكفاح ديال المغاربه اللي حرروا فرنسا. هذا تصريح ديال دوغول واعتراف ديالو بالعمل اللي قام به محمد الخامس والشعب المغربي. وثيقة المطالبة بالاستقلال تضمنت عددا من المطالب السياسية تتعلق بسياسة العمل للبلاد، منها المطالبة باستقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنطي والمشاركة في مؤتمر الصلح. وكان رد سلطات الحماية الفرنسية على هذه المبادرة الوطنية عنيفا بشن حملة اعتقالات بعد أيام من تقديم الوثيقة وإلقاء القبض على أغلب الموقعين عليها، ودشنت بعد نضال مرير خاضه الشعب المغربي لمرحلة جديدة طموحها الأسمى استقلال البلاد، مدركة بعدها سلطات الحماية أن لا تنازل للشعب عن المطالبة بالاستقلال على الرغم من الاعتقالات والإعدامات التي أدى ثمنها ألاف المغاربة. وتعزز موقف الحركة الوطنية بعد الخطاب التاريخي الذي ألقاه المغفور له محمد الخامس بطنجة سنة 1947، والذي أكد على أن المطالبة بالاستقلال اتخذ صبغة رسمية وأنه لا تراجع عنها. وقاد وقوف سلطان البلاد إلى جانب المقاومة وانخراطه فيها إلى نفيه إذ عزلته سلطات الحماية الفرنسية في غشت 1953 عن العرش، ونفته مع أسرته الشريفة إلى جزيرة مدغشقر. وتلا ذلك اندلاع ثورة الملك والشعب التي عمت المدن المغربية وعجلت بالاستقلال، وأمام تصاعد حدة المقاومة اضطرت فرنسا إلى إرجاع السلطان الشرعي إلى بلده وشعبه وعرشه في 18 نوفمبر 1955 ليعلن عن نهاية عهد الحجر والحماية وبداية استقلال المغرب عن فرنسا، الذي أعلن بشكل رسمي في 2 مارس 1956. وفي غشت 1956 اكتمل استقلال القسم الأكبر من البلاد بنهاية الحماية الإسبانية على المناطق الشمالية. وبهذا شكلت وثيقة المطالبة بالاستقلال ارتباطا بسياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها ثورة وطنية حقيقية جسدت وعي المغاربة وتمسكهم بالكرامة والسيادة، وأعطت دليلا قاطعا على قدرتهم وإرادتهم الراسخة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم خارج أي وصاية مهما كانت، وانخراطهم الكلي كذلك في مسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في مواجهة النفوذ الأجنبي حتى تحقيق النصر. بهذا نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا لنهاية خبر اليوم الذي خصصناه اليوم لذكرى وطنية غالية على المغاربة، وهي ذكرى المطالبة بوثيقة الاستقلال. في أمان الله.